مرحبا بكم أيها المشاهدون والمشاهدات في هذه التظاهرة الثقافية من هنا من معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل 2019. وفي هذه الحلقة نستضيف سعادة الأستاذ الدكتور ظافر بن عبد الله الشهري، رئيس نادي الأحساء الأدبي وعميد كلية الآداب، للحديث عن مشاركة نادي الأحساء الأدبي في معرض الكتاب ضيف شرف. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك، الله يحييك، وأهلا وسهلا، شكرا لك على الاستضافة. ودعني الحقيقة أبدأ حتى ما مشاركة نادي الأحساء الأدبي هي كانت مشاركة مميزة هذا العام في هذا المعرض، لأن النادي هو كان ضيف الشرف، فأكرمتنا الجامعة الحقيقة بأن نكون ضيف شرف المعرض 2019. والركن النادي الحمد لله حظي يعني زوار كثر من مرتادي المعرض، طبعا لم نشارك بمطبوعات بكتب حتى لا ندخل في البيع والشراء، وإنما شاركنا بعدد من الفعاليات الثقافية التي قدمت على هامش المعرض، سواء في الركن أو في المسرح عمادة شؤون الطلاب في المعرض هنا. عدد الفعاليات الحقيقة اللي شاركنا بها كانت أكثر من 4 فعاليات. شاركنا بجلسة حوارية في أول يوم شارك فيها السفير مصطفى آل مبارك والمؤلف خليفة إسماعيل، ثم بعد ذلك كانت هناك أمسية في المساء للروائي المعروف أسامة الخليفة، وتوقيع أيضا آخر رواية له وهي الدوائر الخمس، كانت توقيع في ركن النادي. وحظي الحقيقة بإقبال كبير جدا مما جعل المنظمين للمعرض يمددون الوقت أكثر من نصف ساعة الحقيقة. ما شاء الله. نادي الأحساء الأدبي يرتبط كما تعلم شراكة متميزة مع جامعة الملك فيصل، هذه الشراكة أثمرت عن عدد من البرامج النوعية والمنوعة الحقيقة فيما يخدم الثقافة ويخدم المجتمع الأحسائي. ما في شك أنه عندما تتضافر الجهود وعندما يكون هناك شراكات بين المؤسسات الثقافية تثمر هذه الشراكات فعاليات تتماهى مع مناسبات الوطن، تتماهى مع ما يحتاجه المثقف والمثقفة في هذه المحافظة الولادة بالمثقفين والشعراء والأدباء. والأحساء الحقيقة يعني مهما تحدثنا عنها لن فيها حقها. دكتور، حينما تستضيف جامعة أكاديمية وصرح أكاديمي مثل جامعة الملك فيصل رمزا ثقافيا كنادي الأحساء الأدبي، هذا يدل على ماذا عند الجامعة؟ والله أنا أعتقد من وجهة نظري الحقيقة أن هذه الاستضافة جاءت نتيجة تكامل ثقافي بين المؤسسات الثقافية والنادي أحد هذه المؤسسات. فعندما تكون هناك شراكات وشراكات مثمرة، ليست شراكات من أجل الشراكة فقط وإنما من أجل ماذا سيقدم من خلال هذه الشراكة. النادي ارتبط بشراكة مع الجامعة من يمكن 5 سنوات تقريبا، على مدار هذه الخمس نفذت برامج نوعية حقيقة قياسا ببعض الأندية في المناطق الأخرى، أنا ما أعرف ظروفهم، لكني أعتقد أن شراكة نادي الأحساء الأدبي مع جامعة الملك فيصل هي الشراكة الوحيدة المتميزة في المملكة، وهذا لا أقوله جزافا، أقوله بالوقائع الحقيقة وبالفعاليات التي نفذت وتنفذ. فما في شك أن الجامعة استشعرت قيمة هذه المؤسسة الثقافية وهو النادي الأدبي، لم يعد أدبيا وإنما أصبح نادي أدبي ثقافي انفتح على الثقافة بشكلها الواسع، مفهومها الواسع، وبالتالي استضافة الجامعة له هو في المقام الأول هو تقدير لنا الحقيقة وتشريف لنا في نادي الأحساء الأدبي، وهو أيضا مسؤولية. فأنت عندما تستضيفك صرح مثل جامعة الملك فيصل، هذه الجامعة العريقة الحقيقة وبمنشآتها وبكلياتها ومراكزها البحثية وبما تحويه من منظومة كبيرة متكاملة من الإدارات والكليات والمراكز، إلى تستضيفك وتجعلك في بؤرة الحدث، فأنت يجب أن تكون على مستوى الحدث الحقيقة. فإن شاء الله أن نكون على مستوى الحدث بإذن الله تعالى. وأنتم كذلك دكتور ظافر. أريد أن أسألك دكتور، كيف وجدتم الزوار ومن حضر هذا المعرض باعتباركم ضيفة شرف فيه، كيف وجدتم حضورهم وإقبالهم على ركن النادي؟ والله الحضور مشرف جدا، ولا تنسى أنه كانت في جلسات حوارية على هامش المعرض. الجامعة مشكورة أعطتنا مكان واسع، وأيضا هيأت لنا الجلوس، أماكن الجلوس ومنصة التوقيع، عندنا في نفس الركن منصة توقيع كتب الحقيقة،
ما في شك أنه المكان مكتظ الحقيقة من بداية المعرض إلى أنا أتوقع أنه إلى نهاية المعرض والمكان مكتظ حقيقة. في ناس يسألون عن برامج النادي، في ناس يسألون يطلبون مطبوعات للنادي نعطيهم هدايا ولا نبيع، في ناس يحضرون جلسات حوارية بسيطة مفتوحة ليست رسمية حتى ما تكون محصورة على أشخاص معينين أو ضيوف محددين، غير الفعاليات المنظمة المجدولة في جدول المعرض. فالمكان الحقيقة يعني مليء، وشخصيات اعتبارية الحقيقة زارتنا، مجموعة من السفراء، من رجال الأمن، من المسؤولين في الإدارات الحكومية، من المسؤولين يعني المعنيين بالتعليم العام والجامعي، مجلس أعضاء مجلس كلية الآداب زارونا ليلة البارحة وكانت زيارة جدا مثمرة، و تناقشنا في أشياء كثيرة، يعني لا أخفيك أننا قلنا مجلس الكلية إلى الركن. فكان الحقيقة الحراك صحي جدا ولا يزال، وهذه التجربة الأولى حقيقة لجامعة الملك فيصل في تنظيم هذا المعرض، وبهذا النجاح أنا متفائل جدا أنه حيكون القادم أفضل بإذن الله تعالى. دكتور ظافر، إذا سمحت لي أسألك، نحن الآن نعيش رؤية مباركة يقودها سمو سيدي ولي العهد، رؤية 2030، وكذلك يعني نلحظ جهود حثيثة من وزارة الثقافة. نادي الأحساء الأدبي أين يرى نفسه على خارطة الثقافة؟ والله هذا السؤال ممكن يجيب عليه المتابعون لنادي الأحساء الأدبي. أنا ما لو أجبت قد أقول يعني قد يقال أني يعني حابيت النادي أو شيء، لكن أنا أقول أنه إذا لم تتماهى مؤسساتنا الثقافية ونادي الأحساء الأدبي منها مع الرؤية المباركة 2030 وما تضمنته هذه الرؤية من حيثيات كبيرة تخدم الإنسان والمكان بالدرجة الأولى، إذا لم تتماهى الأندية الأدبية وغيرها من جمعيات الثقافة والفنون وغيرها من مؤسسات الثقافية مع هذه الرؤية ومع طموحات وزارة الثقافة وأيضا استراتيجية وزارة الثقافة، إذا لم نكن جزء من هذه الاستراتيجية ما إحنا ما حققنا شيء. فأنا أعتقد أنه نادي الأحساء الأدبي بما يمتلك الحقيقة من مقر نموذجي، الحمد لله عندنا مقر يعني قد لا أبالغ إذا قلت أنه من أفضل المقرات اللي لم يكن أفضلها في المملكة، مزود بكل الإمكانات، نستقطب فيه كثير من الإدارات الحكومية تقيم فعاليات. ليلة البارحة كان عندنا فعالية كبرى لوزارة الصحة، قبلها كان عندنا فعالية للتعليم على مستوى المملكة، إدارات التعليم على مستوى المملكة. إذا لم يتماهى النادي مع هذه الإمكانيات ومع هذه الاستراتيجية لوزارة الثقافة أعتقد أننا مقصرون، فبالتالي نرحل نترك المكان لمن يحقق الأهداف المرجوة، وما في عذر الحقيقة لأي مسؤول أنه يقصر. الإمكانيات موجودة، الإعطاء المساحة الكبيرة من الحرية والشفافية موجودة، فبالتالي إذا في خلل هو منا الحقيقة، ما هو من شخص آخر. الأستاذ دكتور ظافر بن عبد الله الشهري، رئيس نادي الأحساء الأدبي، شكرا لك على إتاحة الفرصة للحديث حول مشاركة النادي ضيف شرف في معرض الكتاب جامعة الملك فيصل 2019. والله أنا اللي أشكركم جدا، وإن شاء الله نلتقي على خير دائما بإذن الله. أعزائي المشاهدين، مستمرون في الحديث عن مشاركة نادي الأحساء الأدبي ضيف شرف في معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل 2019، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، ونستكمل الحديث عن مشاركة نادي الأحساء الأدبي في معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل ضيفا للشرف. وفي الدقائق القادمة نستضيف الأستاذ صغير بن علي العجمي، مشرف البرامج والفعاليات في ركن نادي الأحساء الأدبي. مرحبا بك أستاذ صغير. حياك الله سعد الملك، يا مرحبا أستاذ صغير. لو تحدثنا عن الفعاليات والأنشطة التي شارك بها نادي الأحساء الأدبي في معرض الكتاب.
بداية نشكر جامعة الملك فيصل التي احتضنت هذه التظاهرة الثقافية وانفتحت بها على المحيط الاجتماعي، مما ولدت حركة ثقافية نشيطة غير مسبوقة. أما بالنسبة للفعاليات والبرامج التي نفذها نادي الأحساء الأدبي خلال معرض الكتاب، نفذ العديد من البرامج والفعاليات، منها بالشراكة مع مكافحة المخدرات بمحاضرة بعنوان أسس الوقاية من المؤثرات العقلية في بيئة العمل، وكذلك مع الروائي المعروف أسامة المسلم كان لها حضور مميز وكثيف، وأيضا جلسات حوارية مع سعادة السفير مصطفى المبارك والكاتب والمؤلف المعروف خليفة إسماعيل. وكذلك نظم نادي الأحساء الأدبي محاضرة عن مؤسسات التعليم التراثية في الأحساء، كان لها يعني حضور مميز. أستاذ صغير، فعاليات يقيمها نادي الأحساء الأدبي في المعرض، كيف كان الحضور والإقبال عليها؟ قد تفاعل المجتمع الأحسائي بمختلف شرائحه مع هذه الفعاليات الثقافية التي ينفتح فيها الكتاب على المواطن الإحسائي تفاعلا شديدا، مما يدل على تعطشه لمثل هذه الفضاءات التي تعلي من شان العلم والثقافة. أستاذ صغير، لو تحدثنا عن عدد الفعاليات، كم عدد التي أقيمت في أقامها نادي الأحساء الأدبي في المعرض؟ أقام نادي الأحساء الأدبي 4 فعاليات بالإضافة إلى جلسات حوارية وتوقيع عدد من إصدارات نادي الأحساء الأدبي. تم توقيع إصدارات نادي الأحساء الأدبي من قبل المؤلفين؟ من قبل المؤلفين التي صدر نشر لهم نادي الأحساء الأدبي. الفعاليات اللي أقمتوها كان فيها تنوع و في المواضيع، لو تحدثنا عن هذا التنوع. كان فيها من ضمنها محاضرة عن الرواية، نعم، تكلم عن الرواية بشكل عام، وكذلك محاضرة توعوية للمجتمع عن أضرار المخدرات بالشراكة مع مكافحة المخدرات في محافظة الأحساء، وكذلك عن التراث التعليم مؤسسات التعليم في الأحساء، من ضمن المحاضرة وجلسة حوارية عن الثقافة بشكل عام. أستاذ صغير، حدثنا عن الفعاليات التي يقيمها نادي الأحساء الأدبي أيضا خارج هذا المعرض، فهو أيضا يعني نادي نشط ويقيم مجموعة من الفعاليات، لو تكلمنا عن الفعاليات التي يقيمها نادي الأحساء. نادي الأحساء الأدبي لم يعد محصورا في أمسية أو قصة أو رواية، بل أضحى منفتحا على كافة الثقافات بشكل عام، نعم، التي تواكب رؤية 2030، ومن استضافة مثقفين وأدباء وإعلاميين، وكذلك حتى طلاب التعليم العام والتعليم العالي وأصحاب القدرات الخاصة. صار النادي منفتح على كافة شرائح المجتمع وشخصيات بارزة، ووراء هذا النشاط المتميز الدكتور ظافر الشهري، وهو مثقف ومفعم بالروح الوطنية. أستاذ صغير، كلمة أخيرة تتحدث بها عن الفعاليات والأنشطة التي أقيمت هنا في معرض الكتاب. لاحظت وجود تفاعل المجتمع الإحسائي مع معرض الكتاب بمختلف شرائحه، الذي يدل على تعطشه لمثل هذه الفضاءات التي تعلي من شان الثقافة والعلم. الأستاذ صغير بن علي العجمي، شكرا لك على إتاحة هذه الفرصة. الله يعطيك العافية، شكرا لكم على تحتون هذه الفرصة، وشكرا لكم أنتم أعزائي المشاهدين، وإلى لقاء جديد نرصد فيه الحراك في معرض الكتاب في جامعة الملك فيصل 2019. نترككم في رعاية الله، وإلى لقاء قريب.